بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم تاني في هذا لا نوفيل سيسيون الحصة الجديدة. واليوم راح نشوفوا فيها واحد لاسبي افونسي ان شاء الله في اس او لينكس. كنا في الطرح نتاع هذه الفكرة في فيسبوك، هضرنا بلي غادي نحكيو على الحجر، ويا حقيقة راح نحكيو على الحجر بلي زوتيليزاتور في لينكس اون يوتيليزون اس او لينكس. كيفاش نستعملو اس او لينكس باش واحد يقدر يحط ان يوتيليزاتور سيستم في حجر في السيستم، ماهوش حجر صح. اوكي، الوغ هادي دخلناها قلنا في توبيك نتاع ادفانسد، هادي ماهيش حاجة دوني تو الموند. صدير واحد لازم يكون يعرف ديجا اس او لينكس، كوغ يعرف كومون سا سباسي تو، اي منها يقدر يبدي. الو قبل لا نبديو، ديجا كنا نحكيو قبل نحكيو على اس او لينكس، كنا نقولو بلي كي نديرو حنا اس او لينكس ال اس موان زد تعطينا بها دي زانفورماسيون جدد على لو على لي دروا اس او لينكس. ما كناش ندخلو، حنا كنا نقولو اللي يهمنا سي لو دومين ولا لو تيب لو كونتكست. اليوم رايحين نروحو شويه بعيد، رايحين نعرفو سي كوا هادي، سي كوا لو رول، وش هو الانكونفينيد. هذا معناتها سي لوتيليزاتور اس او لينكس، سي تاني يوتيليزاتور اس او لينكس، لا علاقه مع لوتيليزاتور سيستم. وهذه اللي هي لا سونسيبيليتي ولا ام ال اس و ام سي اس، من بعد نشوفوهم سي ملتي ليفل سيكوريتي ولا ملتي كاتيجوري سيكوريتي، هي ان اسبي افونسي دون لا سيكوريتي اس او لينكس. الوغ خاطر اللي فات كنا نحكيو على بوكو بليس كاش نبدلو هذا، سواء نوتيليزيو سي اش كون سواء ريستور كون. شفنا كاش نكريو كاع لو كونتكست نتاعنا بور ان ريبرتوار، مي كنت نقول لكم كما دخلكم في هاد الصوالح اللي هنايا. اوكي، يجي بالك النهار اللي نحكيو عليهم، ما هو جا النهار باش نحكيو على هاد لي لابارتي. اوكي، الوغ ان يوتيليزاتور كي نحكيو على لو كونتكست ولا لي بيرميسيون اس او لينكس، نحكيو على ليوتيليزاتور اسم ليوتيليزاتور اس او لينكس افكتي لهاد ليوتيليزاتور، شو هو لو رول اللي راهو دايو اون طونكو اس او لينكس يوتيليزاتور، لو كونتكست رولاتيف لهذا الدومين ولا سونسيفيتي اللي انا عاطينها له. ما راحش ندخلوا بزاف في هاد لابارتي بيسك هادي سي ان بو كومبليكي داكو، مي نروحو نشوفو واحد لي زاسبي ساهلين واللي فريمون يزيدو في لا سيكوريتي نتاع لا ماشين نتاعك. الوغ هنايا كي نجي نبداو راح نحكيو على كومون كونترولي لي زوتيليزاتور اون يوتيليزون اس او لينكس، هادي كومون كونفيني ان يوتيليزاتور كوم كاش واحد يحجر ان يوتيليزاتور ولا مستعمل لينكس باستعمال اس او لينكس. الوغ لهنايا كاينه غير حاجه بلي اس او لينكس عنده سي بروبر يوتيليزاتور، ما اس او لينكس عنده لي زوتيليزاتور اللي تقدر تليستيهم وحدهم، لا علاقه مع ليوتيليزاتور. قادر يكون عندك ان سيل يوتيليزاتور اللي هو روت، مي لي زوتيليزاتور بار ديفو اللي يجو في اس او لينكس سي سون كري بار ديفو. صافي راح نشوفو كاش تشوفو هاد لي زوتيليزاتور. اوكي، الوغ غيفو ماتر اون تيت كو لي زوتيليزاتور اس او لينكس حاجة و لي زوتيليزاتور لينكس حاجة وحدة اخرى. هادو كي يتجيراو بيوزر اد يوزر مود يوزر ديل، لاخر يتجيراو باس او ماناج، لكن نقدروا نديروا علاقه بيناتهم. ثم اذا كان اليوتيليزاتور افكتي الان يوتيليزاتور اس او لينكس، هذا يسموه كونفين، هذا يسموه الحجر في اس او لينكس. اذا كان اليوتيليزاتور لينكس بار ديفو افكتي الان يوتيليزاتور اس او لينكس، هذا يسموه كونفين. ولا في لا دوكيوم لو مو تكنيك يقولوا مابي، مابينغ دان يوتيليزاتور سيستم vers un utilisateur SE Linux. Alors, les utilisateurs
Il m'en parle au moment de l'identification de l'utilisateur ou le login de l'utilisateur. C'est-à-dire, une fois l'utilisateur logue le système, il m'a affecté l'Unix, le confirmant les qu'elle affecté les. Alors, plusieurs utilisateurs SELinux, ils peuvent avoir le même SELinux user. En état, عندك ثلاثة تاع لي زوتيزاتور كانوا يقدروا يكونوا مابين لو ميم اس او لينكس بصح العكس غير صحيح ما نقدروش نافكتيو ان يوتيليزاتور سيستم لو بليزيور يوتيليزاتور اس او لينكس سادير لو مابين في جهة تاع من يوزر سيستم اليوزر اس او لينكس تكون علاقة ان صح العكس ما كانش العكس ما كانش العكس هو واحد واحد alors كاش واحد يليستي لي زوتيليزاتور اللي عنده ديجا بار ديفو نوتيليزيو اس او ماناج نوتيليزيو اس او ماناج كو ولا هنا اون في اس او Manage user -f. Ou hna tchouf les utilisateurs li rahom actuellement créés. Hna nqadrou nkriyou les utilisateurs ntaouana. D'accord? Nqadrou nkriyou les utilisateurs ntaouana kima nhabou. Mais hada khassou chouya documentation. OK? Alors, kain guest user role rah nchoufouhom par la suite koul wahed chamana ta. زعما وكان مابي انا واحد ستاف او واش درت اكزاكتو زعما كاين كونفيني واحد بستاف يوزر واش درت الوغ نقدروا نشوفوا لي مابينغ اكطوال باللوغين الوغ او ليو دوتيليزي يوزر نوتيليزيو هاد وهاد الديفولت هادي سي لو رول بار ديفو ولا يو اس او لينكس بار ديفو كي ان يوتيليزاتور ما يكونش افكتي الان يوتيليزاتور اس لينكس و بار ديفو ديفول سي ان كونفينيد واش معناتها ما فيش حاجه توتي اوتوريزي سوف لي كان دي ريستريكسيون بارابور اس لينكس حاجه اخرى بصح ان طونك يوتيليزاتور عندك الحق دير واش تحب ليوتيليزاتور روت بيان سور اي دي ان كونفينيد هذا لا جدال فيها ما تقدرش تحجرو سينو تولي في حاجه واحده اخرى الوغ دروك نشوفو باش فريمون نفهمو لو كونتكست نتاع لوتيليزاسيون لازم واحد يشوف كومون لو كونترول يصرا الوغ ان يوتيليزاتور لينكس كي تكونكتا واش يصرا يتافكت له automatiquement un SE Linux user. Hada ida kan mappé, c'est-à-dire ida kan root mappa blin de commande. OK, il est affecté là un utilisateur SE Linux. Il ma affecté là par défaut il roule inconfined. D'accord? Ou inconfined معناتها inconfined role. Il dit قادر يكون inconfined بصح عندها رول un peu spécial. Alors had les utilisateurs Par contre, un utilisateur donné, même بعد, il peut avoir plusieurs rôles. Plusieurs rôles. هذه اللي حكينا عليها نتاع العلاقة واحد الآن. واحد الآن. بصح العلاقة من لهنايا. Par exemple, un utilisateur يقدر يكون الروت هنايا نقدر نأفكتيه لبويدة ثانية. Par exemple. بصح ما نقدرش الutilisateur بويدة نأفكتيه دو فوا هنا وهنا. Impossible. Root, par exemple, Bouida, on peut affecter l'user U ou staff U. C'est ce qu'il y a. Par contre, un user U, c'est ce qu'il peut utiliser par deux utilisateurs. C'est ce qu'il peut mapper root l'user U ou qu'il peut mapper Bouida l'user U. OK? Au moment où j'ai dit, c'est la partie qui est la partie quatrième, qui est le domaine, qui est le T. مورا الرول عادي يجي الكونتكست ما عندنا ليوتيليزاتور اس او لينكس
l'utilisateur Linux وهاد لابارتي منا اللي بروبرا اس او Linux. راح نشوفوا هاد لي رول داكور هاد لوتيليزاتور ولو رول وشاك رول واش معناته. اوكي هاد دي رول سي دي رول بار ديفو ديفيني مي واحد يقدر يعرف كل رول واش يخدم. اوكي غادي نعطيكم ان طابلو لهنايا اللي فيه شاك يوتيليزاتور واش هو الرول رولاتيف ليه والدومين نتاعو واش هما لي ريستريكسيون لي رولاتيف لهذاك يوتيليزاتور. نبداو بسيستم ادمين سيتا نادمينستراتور سيستم اوتوماتيكمون عنده لو رول سيستم ادمير ار وهذا لو رول واش فيه يعطيه لاكسي لانترفاس جرافيك يقدر يدير اس او والسيدو داكو اذا كانوا افكتي استدي لا كان عرف هو اللي عنده المود باس تاع روت يقدر يدير اس او عادي يقدر اكزيكيتي اي حاجه في الهوم وسلاش تي ام بي في الهوم نتاعو السيس ادي ام هنا ماشي الروت داكو باش ما تقدوش تخلطوا لي باليوتيليزاتور سيستم يوتيليزاتور اس او لينكس. معناتها انا كي يكون عندي ان يوتيليزاتور اكس سيستم افكتيت له سيستم ادي ام او لازم نكون قبل عطيتو المود باس تاع روت باش يقدر يدير اس او ولا دخلته في الويل ولا عطيته دخلته كوم سيدو باش عادت ابليك عليه هاد لابارت يقدر اكزيكيتي دي بينا في تي ام بي وفي الريبرتوار ترافاي تاعه ويقدر يوتيليزي لي فونكسيوناليتي نتورك ستاف سي ان سوبر يوتيليزاتور مي افيك ان ريستريكسيون اللي هي اس او. واش معناتها؟ معناتها هاد اليوتيليزاتور باغ اكزومبل انا عندي يوتيليزاتور اكس مابيتو لستاف او واعطيتو المود باس تاع الروت ما عنده ما يدير به داكو يعرف المود باس تاع الروت وما يقدرش يدخل او لافونتاج يعرف المود باس تاع الروت وما يقدرش يدخل الوغ بار كونتر اللي اذا كان ديفيني في السيدو يقدر يدير لي فونكسيوناليتي سوبر ادمين اللي عطاهم له سيديو لو فيشي دافيكتاسيون دو رول سيدو لوتيليزاتور سيدو سي يوزر او هذا il n'a pas le droit d'exécuter des tâches d'administration SU ولا سيدو حتى لو كان تعطيه المود باس تاع الروت وديرها في سيدو ما عنده حتى معنى. هنا SU لينكس يقول له ما عندكش لو دروا. اوكي وهنايا عاد عنده لو دروا اكزيكوتي دي بينار عنده وهاد لا بارتي هنايا هادي يس تقدر تتبدل بان سامبل بوليان. قال نتايا كي افكتيك اليوزر او معناتها ما تقدر تكون اس او ما تقدر دير سيدو اون بليس ما تقدر تيكزيكوتي حتى بينار من عندك صوب لي بينار تاع السيستم. اوكي جيست او هذا هذا تصرح لان يوتيليزاتور اللي ما راكش حابه يدخل بالجرافيك على بالو باللي لا ماشين فيها الجرافيك بصح كان يجي يدخل الجرافيك ما يقدرش اون بليس هاد لي يوتيليزاتور ما يقدرش ييكزيكوتي دي كوموند ريزو ما يقدرش يدير اس اس اش ما يقدرش يبينغي ما يقدر يخدم في ماشين ايزولي على الريزو. هذاك نعرفه باللي يوتيليزاتور تاع مشاكل نعطيه كاع لي بريفيليج نعطيه المود باس تاع روت ونعطيه سيدو ونعطيه واش ما يحب داكو بصح نحطه في الجاست او هنايا قال انا خاطيني السيستم دايرك ما على باليش واش راهو يصير اكس جاست الوغ بالاكس ديجا لا ديفيرونس نتاعه يعطيه لاكسي للجرافيك يكون عنده اكسي الجرافيك ما جاياش ما يقدرش ينافيغي. معناتها اذا نافيغا اترافير فايرفوكس يقدر يخرج ل الانترنت اون يوتيليزون فايرفوكس only firefox only. alors هادو سي دي زوتيليزاتور المشهورين داكوغ. نعطيكم ان اوتر يوتيليزاتور اللي قادر تكروازيوه بالرول اللي هو ويب ادي ام ار. هنايا
un rôle, n'zida par exemple, l'aide l'utilisateur, un utilisateur l'étatait aide le rôle, d'accord? Ou est-ce qu'il y a de l'idée? Il gère tous les aspects. Est-ce que l'Unix est un serveur web? Tous les aspects. Est-ce que l'Unix est un Apache? هذا دي بي ادي ام تاع باز دو دوني انسيتو هذا لوغ الوغ هادو سي دي زاسبي دو دو رول اوكي اسكو فو زافي دي كاستيون جوسكا بريزون بارابور واش رانا نشوفو درك قبل ان افونسي الوغ هادو لي زوتيليزاتور واش معناتها نديرو دي سيناريو عندي ان يوتيليزاتور سيستم سميتو بويدا بار اكزومبل اوكي عطيته المود باس تاع الروت وحصلت اس او لينكس يسلكك نورمال افكتي اليوزر او ما يقدرش ميم با اكسبلواتي هذاك لاسبي دادمينستراسيون اللي راهو عندك ما تدي له ما تخرب فيه اون دونك روت يقعد عنده المود باس تاع الروت مي يل بو با فير اون غران شوز الوغ بار كونتر كان يوتيليزاتور بار ديفو اللي هو انكونفينيت User inconvenient, هذا عنده le droit في كلش. D'accord, هذا عندك aspi, عندك mot pass تاع روت تدخل تما تقول تولي كيما system admin. بليز ما عندك aucune restriction. OK, alors هذا l'aspi d'utilisateur. Alors هنايا لازم واحد يعرف باللي ان administrateur اللي إذا حب يعطيه mot pass تاع الروت ويخليه يدخل لي affecté system admin. والستاف او اذا حبوا يكون ديفيني غير بالسيت اوكي الوغ يوزر او سي تان يوتيليزاتور سامبل يرجعك اس او لينكس ان يوتيليزاتور سامبل حتى وكان عندك تو لي بريفيليج بوسيبل هذه هي لافونتاج تاع اس او لينكس باغابور ا دوتر ميكانيزم دو سيكوريتي الوغ كي نولو درك نزيدو نافونسيو الوغ شفنا قبيلات باللي اللوغين كاين حاجه هنايا ما حكينا عليها سي كو الروت باغ اكزومبل اللي انكونفينيت وهادو سي ان اسبي دو سيكوريتي افونسي الوغ فلا سيكوريتي داكور فلا سيكوريتي عندنا ان اسبي ام ال اس اي ام سي اس واش هما معناتهم هادو معناتهم ملتي ليفل سيكوريتي وملتي كاتيجوري سيكوريتي واش معناتها معناتها نقدر نحط دي كاتيجوري دو سيكوريتي اوكي وفي شاك كاتيجوري نحط دي نيفو دو سيكوريتي في شاك كاتيجوري عندي 5 كاتيجوري وشاك كاتيجوري عندها لي نيفو دو سيكوريتي كوم سي عندي ان طابلو لي ديفيني بي كي نحط يدي في كازا راني نعرف واش من كاتيجوري واش من نيفو دو سيكوريتي نابليكي Alors, juste pour être donner plus d'informations à la MLS, alors le MLS utilisait un aspect avancé, d'accord, ou utilisait un modèle mathématique. D'accord, utilise carrément un modèle mathématique majeur. Il se met Bell la Padula. D'accord, il se met Bell 2L la Padula. C'est un modèle mathématique sert à définir les niveaux de sécurité. Je vais vous donner un niveau pour que je vous donne un peu de choses dans le maths. Je vais toujours faire l'aspect terne, qui est l'aspect gestion de les aspects de sécurité. Alors, là, on a utilisé comment mapper un utilisateur système ou un utilisateur Linux, un utilisateur Linux. C'est tout simplement on utilise moins un. Il faut définir ce qu'on a l'utilisateur Linux ou le même rien affecté. Ce qu'on a l'utilisateur ou le même rien affecté. D'accord, donc on dirait des exemples, tu vois vraiment la magie de l'utilisation de SE Linux. Alors, هنايا ثاني اذا حبيت نشانجي
l'utilisateur ou la supprimer, on peut utiliser moins d. Moins d, c'est pour supprimer le confinement du user qui a été tourné à l'utilisateur. Vous voyez, oui, il y a le rôle default, le roi inconfinement. إذا حبيت هذه الكلمة هنايا اس Linux user تاع بار ديفو نبدله واش لازم لازم يوتيليزي موان ام باش نبدل لا فالور بار ديفو الفو فير اتونسيون غير لهنايا كاين تو اندرسكور زوج نتاع لي ليتيري دوي داكور زوج تاع ليتيري دو دوي الوغ هادي الموان ا سي بور اجوتي موان دي pour supprimer ou moins 1 pour la valeur par défaut. C'est-à-dire, هنا يا, احنا كي اللوغيو par défaut دخلنا لهنا يا. إذا ما كانش عندي un utilisateur SU Linux bien défini, يدخلني في الديفولت. ويجي هو يدير لوغين موان 1 يشوف شكون هو الديفولت. هنا يا انكونفينيت تولي انكونفينيت. إذا راك إذا كان اون اوتر فالور تدي هذيك لا فالور par défaut اللي عطاها لك السيستم. اوكي؟ Alors, pour confiner un utilisateur, un système admin, l'utilisateur Boudin, on utilise le système admin. Alors, par défaut, zéro, par défaut, un utilisateur système, SU Linux, n'a pas le droit de loguer à distance, SSH. C'est le mot activer un boolean, SSH, système admin, login. Par défaut, il y a icon off. D'accord? Icon off. Alors, إذا حبيت دير هذه d'une façon permanente, on utilise moins p majuscule لهنا. هذه est temporaire. En cas de redémarrage du système, تولي la valeur تاع البوليان par défaut. Mais كي زيدوها moins p, alors إذا عطيت البويدا staff u, d'accord? Staff u par défaut, عنده لو دروا باش يكزيكيتي شفناها قبيله في الطابلو في الهوم ديريكتوري في سلاش ام بي. اذا حبيت هذا البرانسيب نحبسو واش ندير؟ ندير ستاف اكزاك كونتين اوف معناتها ان يوتيليزاتور سيستم عطيتو دركا ان اكسي سيستم مصيبه قادر يقدر يدير سيدو وكي يدير سيدو قادر يكزيكيتي ان سكريبت من عنده لي ان با الدروا اكزيكوتي تما بور انتردير هاد لو كومبورتمون واش ندير ندير هادي اوف تما يجيب هو سكريبت اير وحوش اكزيكوتي حتى انت روت عطيتك سيدو وبلا مود باس وتدخل عادي ميت ان با الدروا اكزيكوتي حاجه من عندك اكزيكوتي حاجه تاع السيستم انت يا راك روت واش قال لك السيستم ماشي غير راك روت دير واش ما حبيت فريمون ينظمك SU Linux. الوغ هادي راح نشوفو دركا لي زاسبي هادو نبداو بسيستم ADM U. داكوغ نروحو دركا لاسبي إكزيكيسيون. داكوغ راح نديرو ديجا ندخلو نخرجو ليتيليزاتور ندخلو به باش نشوف باش راهو كونفيني ندير موان زاد. D'accord. Ma tantekch amin, kifash kiykon root ma yenjemch ybeddel lo comportement ta SU Linux user. Alors hadak system ADM wala staff ma rahch nmeddouhom root, root c'est un utilisateur super utilisateur. راح نمدوهم نوتر يوتيليزاتور ما فهمش لا كاستيون تاعك خلينا نديرو دي ان اكزومبل من بعد نروحو نشوفو ما عندها حتى معنى امين اون بو ليميتي روت ما عندها حتى معنى اذا ليميتي روت شكون يعاود يرجع له الليميت تاعو إذا ليميتيت روت كي شغل تعب باش نسهلها لكم هذه كوم سي راك في دار وباغي ديفيني لي رول في هذيك الدار قال انت خوك هذه انت خوهم الكبير دير كلش انت تشري انت دير كذا انت ستاف الام هي كلش
مدولها سيستم عاديه. صح ما تروحش تقول انت على باباك نحيلو بريفيليج باش يروح هو يشري خضره باكزوم والله يطرطق لك راسك. الوغ تي بو با فيغ سا تادير توجور عندك لو كومبورتمون. قلنا دائما باللي لاسبي سيستم لاسبي سيستم ولا انفورماتيك دون فاسون جينيرال جا من لا في كوتيديان تاعنا. سي اون ابليكاسيون الناس انتيليجون جابوها حطوها لنا رجعوها انفورماتيك. الوغ نجيو لهنايا انا ما نعرفش هاد لي زوتيزاتور ندير يوزر موان ال داكوغ. الوغ باغ ديفو قلنا هاد لوتيزاتور عندو لو دروا يدير كلش. اما لي نجي لهنايا وندير SE manage moins A moins S le mesh n'atiha l'utilisateur bouida. Ok. Oops. User. Oops. Qu'est-ce que ça y est? On est quand même login. Que je vais définir le mapping au moment de login. User, c'est pour créer un utilisateur. Alors, je ne sais pas si on a le mapping de leader, il définit ou il met au moment de login. ID -z, tu es toujours inconfiné. D'accord? Le mouchkil va dire de login, ونعاود اكسيدي بالاس اس اش انيبل تو جيت فاليد كونتاكت فوق بويده. ما عندكش لو دروات لوغي. علاش هذه قلنا باللي عندها علاقه بالاس اس اش سيستم لوغين. تما واش ندير جيت اس او بوليان اس اس اش سيس ادي ام لوجين. واش راهي؟ راهي اوف. واش معناتها؟ معناتها ما عطيتو لو بريفيليج روت. كي عطيتو بريفيليج روت هنا قلت له انت اذا راك حاب تولي روت تينا ميم با لدروا دو فيغ ان اس اس اش خصك تكون سير لا ماشين. وهذه غراف. ما هنا واش نبدلها؟ نبدلها ب اس سات اس او بوليان. داكوغ. نجيب هذه ونبدلها هنايا. ما تنسوا مازال ما بدلش يوتيزاتي البروك ما ينا با لدروا دو لوغي. نروح دروكا نديرها اون. نعاود نسير لوغي. سي بون لوغي اي دي موان زاد جو سوي ان سيستم ادمين. ولحق لي كاع لي رول تاع سيستم ادمين والدومين تاع سيستم ادمين. دروكا جو سوي كونفيني راني في كادر بيان ديفيني باغ اس اولينيكس. جي با لدروا دو فيغ اوتخ شوز. ما تنساوش بلي هنايا راني ب سيستم ادمين تما نقدر ندير اس او. وش هو اللي قلنا ما يقدرش يدير اس او؟ راح نخرجوا منا داكوغ. نعاودوا نخرجوا هكذا نرجعوا هذه اوف. اوكي ونمابيو لوتيليزاتور لستاف اي. خصني جو دوا ديف غدوا سوبريمي لو كونتكست الاول. ميتنون اون فوا لي سوبريمي جو في ريفينير لهنايا ونزيد له login stuff. ok stuff u. الوغ هنايا ما تنساوش باللي هذا راهو ديفيني دركا اوف.
وهنا تلوغي نورمال معناتها ستاف بار ديفو يقدر يلوغي مع ماهوش معني بهذا البوليان ماهوش معني بهذا البوليان هذا البوليان خاص بسيستم ADM U alors la question des gentlemen c'est quoi system ADM T T c'est le domaine c'est le contexte c'est le contexte puisque عندنا l'utilisateur SU Linux le rôle SU Linux et domaine SU Linux في fichiers كنا نشوفوه ساهل نسميوه le contexte ou le label نسميوه contexte ou le label كما قال امين الوغ دوك نشوفو تشوفو باللي ستاف اي نابا الدروا دو فير ان اس او الوغ هنايا اون طونك هايدي غادي نشوف باش راني بستاف وهنايا ندير اس او عندي المود باس و جي با الدروا دو جي با الدروا ديسكونيكتي اون طونك مالغري عندي المود باس علاش puisque je fais partie je suis confiné ou là rani mahjour fa staff ou staff ma عندهمش le droit يدو le rôle root sauf li عندهم سيدو li عندهم سيدو يديروا واش يحبوا ما عندهم سيدو غير يفوتها alors هذا deuxième exemple تاع rôle شفنا نشوفوا un rôle un peu spécial اللي هو guest شفناه guest قلنا عنده واحد البارتيكولاريتي سي كو ما يقدرش يدير يمانيبيولي الريزو اوبس باش ندير انا بور اجوتي ولا فيغ لو مابينغ الوغ اون فوا درنا المابينغ نعاودو نكونيكتاو لهنايا اون طونكو اوتيليزاتور اي دي نتاكد بلي راني داخل بالبون مابينغ سي بون الوغ هنا في الريزو الحاجه الوحيده اللي راه تاكسبتيها انك تدخل اس اس اش تدخل لا ماشين تخدم مرحبا بك من غير لا ماشين ما تحلمش دير حاجه واحده اخرى بينغ الجيت واي بينغ 127 001 permission denied ارواحي واحد يطير في السيستم وكان يضل ديزاكتيفي في اس او لينكس ارواح دي يخسر عليه هاد لا كومون يفوت حياته وهو يترابل شوت يجيب كاع جماعة الريزو معاه يجيب واش ما يحب داخل في حد داخل في حد الوغ il faut faire attention جامي تسحبوا روحكم متعلمت السيستم ولا الريزو ولا باز دو دوني ولا كلاود ولا ديفلوبمون بحر تقدر تقول ما تزيد تقرا كل ما تزيد تعلم هذا الميساج غير باش نقول لكم باللي بالك رحنا شفنا بزاف لي زاسبي في هاد الحصص اللي فاتوا شوفنا الله يبارك باللي الناس تشوف روحها باللي الحمد لله راهو الازرو كوتي سيستم يقدر يقول انا صاي ديجا سانطوا سولاد هات راني نطير يشوف حاجه كيما هذه يحس روحه ما قراش الوغ هذا اكزومبل نتاع ان يوتيليزاتور اللي غادي ايزوليه من الريزو ما نكسر راسي ما ندير لا فايرول ما ندير لا والو ما ينافيغي انترنت ما ينفع ابا ينافيغي انترنت اس او لينكس تدخل له راه بال ندخله في كسمو ندخله في نزيد له لا بوسيبيليتي باش يدخل ونقلع له نقلع له الريز عمره لا دخل الوغ نحيو هاد لو رول لهنايا داكور الوغ كاين حاجه وخدوخرى ثاني حكينا عليها في الستاف نعاودو نرجعو الستاف الوغ كان ان كاسيون نقدروا نديرو دي بروفيل كوستوميزي كوم غاست تقدر دير واش ما تحب عالي دير في بالك حاجه ف
في السيستم ولا في الريزو كاين نعرف ولا ما نعرفش، ما كاينش نقدر وما نقدرش. بدلوا لي زابيلاسيون اللي راكم تستعملوهم، ما كاينش نقدر وما نقدرش، كاين حاجه اسمها نعرف وما نعرف. نعرف اني نقدر نديرها ونعرف اني ما نقدرش نديرها، ماشي نقدر وما نقدرش. تقدر دائما مع جيزي تقدر، راكم في رمضان. راح الصوم بروبليم تاع ريزو دركا. الوغ نروحو نولو للستاف، كنا حكينا قبيله تاع الستاف، عندهم عندها ان اس بي وخد اخر جديد اللي هو ليكزيكيسيون تاع لي الوغ اي دي موانزل. قلنا هنايا راهو ستاف، معناتها هذا وكان يكري في شي باتش هاك هاي ويدير هنايا اوبس هذا واش يدير؟ يدير الاس مو هذا هاكينا السيستم. اوكي سي اش مود بلس اكس على هاك بوان هاك وهكا راهو يمشي. هذا علاش راهو يمشي؟ بيسك حتى لدركا راهو عندنا جات اس ابوليان ستاف اكزاك staff exec contain راهي on، وكان هذه ترجع off permission denied. الوغ هنايا واحد ما تنساوش بلي هاد الصوالح يتلوغاو -f slash var slash log audit audit point log. هنا يسرى audit نتاع permission denied. تجي هنا يا تشوف باللي denied exact batch وهو الشكل حبي execute en tant que user tu n'as pas le droit d'écrire. داكوغ هيا هادي سي حاجة وحدة أخرى تاع اس يونيكس ما يهمناش. ألوغ هادي سي ان اكزومبل على كي يكون هذا ا اوف، كان يكون اون يقدر يكزيكيتي ديس سوا في سلاش بي سلاش تي ام بي ولا في الريبرتور دو ترافاي تاعها، لو ريست راه مديفيني يقدر ي... الوغ علي هدرت على لا كاسيون اللي قلت لي قبيلات نقدر ندير بيرسوناليزي. قلت لكم نصيحه من عندي نحيو كلمه نقدر، كاين نعرف وما نعرفش في السيستم. حتى اذا ما تقدرش كاين حاجه يسموها نكرييها، حاجه اللي ما نقدرش فيها هذه الناس يجتهدوا فيها، هنا يكون الاجتهاد باش نخرج هذيك بارير اللي راهو كاين اللي ما نقدرش نرجعه نقدر. حنا دروك راحنا غير نتعلمو، تما ما عندناش لو دروا نقولوا نقدر وما نقدرش، نعرف وما نعرفش. اوكي نعرف وما نعرفش من الاحسن باش حتى بسيشيكمو مليحه، ما نقدرش تصابوطيك ما تخليكش تافونسي. ما نعرفش لا نقدر نعرف، وكان نقرا نعرف صح ما نقدرش ما نقدرش مشا باغي نقدر غير هكا ما نقدرش صح ما نعرفش. ساهلة نقولو نقرا نعرف. اوكي الوغ هادو كلكو يوزر شفناهم، ما شفناش كامل لي زوتيليزاتور. داكوغ الوغ هنايا
نعاودو جوست نحيو ستاف هذوك واحد اذا حب يديفيني لا فالور بار ديفو لهنايا قلنا باللي اس او ماناج لوجين مو ال واش غيتقول ديفولت هو انكونفينير قادر انا ديفولت نديرو هنايا اكزيت دوك ونعاودو نتكونيكتاو الديفولت راهو انديفاينر صاي رايحين نديكونيكتاو ونعاودو نجو لهنا نديفينيو لوجين مو ا مو اس يوزر U OK لواش ديفولت il faut faire attention هنا كاين زوج نتاع الوغ هنايا كي نديفينيو بار ديفو نعاودو اللوغين راح نشو اوبس علاش ما ديفيناش مو ام وهنا راهو يوزر او بار ديفو هذه هي لي ريسبونسابيلتي هذه بار ديفو ها هذه بار ديفو راهو هنا نتعاودو ندخلو اي دي زاد وهنا دخلت اون طونكو اوتيليزاتور الو غادي نرجعها بار ديفو كيما كانت بيسك سينو غادي دير لي مشاكل من بعد ونعاود نرجع حنايا نديكونيكتا طونكو راني ملوغي راني ملوغي بهذاك لو كونتكست بقديم داكوغ اون فوا كمل ندخل بلوتيليزاتور انكونفينيت بلي عطيتها له بار ديفو لهنا اوكي اسكو فوز افي دي كاستيون Est-ce que vous avez des questions par rapport à SE Linux User? Alors, on a ou qu'il y a une chose qui est à SE Info, qui peut utiliser. D'accord? Il y a une chose qui est à SE Au lieu de écrire SE Manage User moins L, il y a plus de détails. Mais, اللي يهمنا حنايا باليست هذه لهنا دونك هذه سي لا ليست اللي راهي دير لا حبيت نشوف لي رول مو ار هادو قال لي رول اللي عندي الوغ هاد لا كوموند بار ديفو اني با انستالي لا كوموند هادي بار ديفو اني با انستالي يعني الفو انستالي لو ليتيليتير ليست انا راني انستاليه ديجا اس او tool console alors SE tools console SE tools console هذا اللي تعطيكم alors باش نزيدو ان رول نوتيليزيو اس او ماناج ما شفناهاش اور سكوب مي غادي نقول لك كاش تزيدها هنايا تو فيها موا ان موا ار وتزيد لي رول اللي راك حاب داكوغ هنا تزيد لي رول اللي راك حاب داكوغ بيسك لي رول بار ديفو تقدر انت تزيدهم وقت ما حبيت نتايا واحد قادر يبوزي لي لا كاستيون داكوغ يقول لي هاد لي رول بار اكزومبل ديجا وين راهم ديفيني الوغ لي رول سون ديفيني دون سلاش او تي سي اس او لينكس تارجت
contexte, vraiment les utilisateurs. D'accord? Vraiment les utilisateurs. Maintenant, quand tu veux voir quelqu'un, il suffit juste de trouver, par exemple, staff. Vraiment les rôles. Local login, remote login. Ou qu'est-ce qu'on va définir les accès. Mais c'est là. Mais ça demande une connaissance. Hein? Il ne faut pas s'amuser. Parce qu'on a de créer un utilisateur, on copie le hada, on affecte l'utilisateur, on affecte le rôle, on a de bien. Mais c'est autre chose. Hein? C'est un peu délicat. Ma femme, qui fait moins F? Moins et quoi? Agda. Login moins L. Hadi Amin. SE info moins U. C'est un utilisateur. Quel est un utilisateur? Est-ce que c'est mon route? Quel est un utilisateur? Est-ce que je suis en train de faire la route de la système? Tu le la route de la système. Les utilisateurs de la système, est-ce que je suis utilisateur de la système? كما احنا ستاف اي هذا ما كانش بصح انا قادر نكريان يوتيليزاتور نسمي ستاف تيري اي ونخلط لك كاع الحسابات بصح هذاك هذاك عنده سلاش هوم سلاش ستاف اي وصاي هذا ما عنده بول تاع ميل وسيبو الو سي فو نافي با دو كاستيون on arrive à la fin de cette session. Alors, MLS, MCS, Multi-Level Security, Multi-Category Security, définit ou bien les niveaux de sécurité. Hada, ou je n'en définir le cadre. D'accord? لازم تعرف شو الامالات دون فاصون كل كومون سا سباس فيه كاش هو ديفيني دي نيفو وباللابل باغ اكزومبل قال لابل ستريكت وتحت موان سكريت تما كي تعطيك موان سكريت كي تكون في هذا النيفو لا ديت اللابل موان ستريكت من موان ستريكس وتحت كاع تقدر ديرهم الفوق ما تقدرش تطلع هذا سي ان نيفو دو سيكوريتي اللي بازي سور ان موديل ماتيماتيك لا علاقه هذيك لا علاقه ما سي ان تروك فريمون اور كونتكست قعدوا غير في هذا بوغ لانستون اللي يهمكم هذا SE manage user moins L اللي يهمكم انتوما في النيفو اللي راكم فيه هاد لابارت هادي برك هادي مام هادو هنايا وما يهمكمش لي رول لي افكتي كيما راكم تشوفوا هنا باللي ان يوتيليزاتور اس او لينكس قادر يكون عنده بليزيور رول ما يهمش هادو لي رول اللي شناهم ثم تزيد يوزر ال يوزر اي ما راش يقدر باغ اكزومبل يدخل بالاس اي نزيد له سيستم ادمين ار هنا واللي يقدر يدير دي يكون عنده ان كومبورتمون ادمين يفو فير اتونسيون هذا جامي تافكتي ولا نوتيليزاتور سيستم اي سيستم اي والروت مكمل دخلكم فيهم هادو سي دي زاسبي بيرمون سيستم تافكتو لي بروسيسوس او مومون دو اكزيكيسيون لا علاقه مع لي زوتيليزاتور
D'autres questions? Bien sûr. Ali, chauffe. L'imdouna la technologie. Nous avons un chirmo rib 1% menha. 90% libkat ou blali me chirmo jbi, chirmo bi agir homo. Sur réalité. SU Linux, ça fait 4 ans, qu'un facultatif. C'est-à-dire que tu peux désactiver obligatoire. Donc, on a imposé par rapport à la sécurité. Dans un environnement, par exemple, conteneur, qui me couche SU Linux, mais tu ne me cherches même pas. Obligatoirement, tu là. Parce que se base sur la sécurité, tu es là. Bekri, c'est un sahib. C'est-à-dire, les gens qui nous maîtrisent, c'est tout. Mais SU Linux, ça reste toujours actuellement, il y a plus de développement fait. Il y a plus de développement fait ou là plus simple qu'avant. SU Linux, la firewall, le protecteur. Ferme-moi de mémoire. SU Linux, c'est un mécanisme de sécurité qui est bidate. La alaqan al firewall. Quand le firewall il ouvre port, ou un SU Linux man autorisé. D'accord. Qui fait Cisco qui dit à CPF une fois?